احنا بداية طبعا لازم نشكر اليابان اللي ادركت لعبة الكاراتيه في نسخة 2021 من اولمبياد عشان او تقدم لنا الحقيقة فيهم بطلتين مصريتين رفعوا راسنا وشرفونا الحقيقة في ريال اشرف بذهبية وجيانا فاروق ببرونزية. جيانا بنت النادي الاهلي اللي لازم طبعا يعني نقدم لكل القائمين عليه كل الشكر ان هم قدموا بنت مصر جيانا فاروق النموذج المشرف الحقيقة اللي حققت لمصر ميدالية برونزية. دي يمكن لقطات من مباراة جيانا في الأولمبياد وكانت تستحق الحقيقة كمان أكتر من برونزية، لكن في جميع الأحوال الحقيقة قدامها كتير ومنتظرين منها إن شاء الله كتير في باريس. طبعا النهاردة كان استقبال كبير جدا لبطل مصر وبنت النادي الاهلي في مطار القاهره، وزي ما حضراتكم يعني تابعتونا من بدايه الحلقه وشفتوا لحظات استقبالها في المطار. وخليني اقول لكم كمان انه اجتماع مجلس الاداره النهارده برئاسه كابتن محمود الخطيب، وزي ما اكد لنا دكتور سعد شلبي القائم باعمال مدير تنفيذي النادي الاهلي، هيناقشوا فيه واحد من موضوعاته الاساسيه، يعني هيناقشوا فيه كيفيه تكريم طبعا بطله مصر جيانا فاروق. نتكلم اكتر على الكوره بقى وندخل في ماتش الاهلي والاسماعيلي، مباراه منتظره مفيش شك، مباراه صعبه بكل تاكيد. خلينا نتكلم اكتر على المواجهه المنتظره غدا ان شاء الله مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن خالد جد الله، بنسعد بيه وبنتشرف بيه دايما في السادسه. مساء الخير كابتن خالد واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا احمد، وسعيد طبعا بوجودي معاك وفي قناه النادي الاهلي بيتي يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. شوف ازاي يعني، واحنا يمكن كنا لسه بنعرض لقطات لجيانا في مشاركتها في الاولمبياد. طبعا الكاراتيه كرياضه يعني ساهمت بشكل كبير جدا في انها تعمل نقله نوعيه، سواء كنت بتكلم على فريال او على بنتنا جيانا. والله ألف ألف مبروك. طبعا جيانا عملت إنجاز تاريخي هيكتب لها على مدار التاريخ، ميدالية برونزية لعبت النادي الأهلي ومنتخب مصر، أسعدت المصريين كلهم. احنا أنا كنت بتفرج عليها وقلبي ده كان في وسط رجليا وعمال أدعي لها بنتنا جيانا، فألف ألف مبروك وحمد لله على سلامتها. وباذن الله مجلس اداره النادي الاهلي بقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب هيكرمها طبعا احسن تكريم، لان ده حاجه على هيكتب لها على مدار التاريخ. وكل لاعبتنا في لعبه الكاراتيه عملوا مجهود كبير جدا، واللاعيبه في ريال اللي احرزت ميداليه برضو الذهبيه، حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه. ونتمنى باذن الله تعالى كره القدم بقى تسير في حذو هذه الالعاب الفرديه. نقدر يا كابتن خالد؟ لا، ولا حلم بعيد؟ حلم بعيد، حلم بعيد للاسف يعني. يعني على مستوى الاتحادات، انا بتكلم طبعا على مستوى اتحاد الكوره، لا لو شفنا اتحاد كره اليد، اتحاد كره السله، لا ليهم بصمات وليهم بيعملوا حاجات كويسه جدا، دوريات قويه جدا، افكار جديده، افكار متطوره، دايما كل سنه بنشوف حاجات. ويمكن اتحاد كره اليد شايفين فرقه كره اليد بتاعتنا كانت عامله ازاي في الاولمبياد. وعايز نقول كلمتين يعني نلخص الكلام ده، شوف فرقه كره اليد بتاعتنا قبل الاولمبياد برنامج الاعداد بتاعها كان عامل ازاي، وشوف برنامج الاعداد بتاع فرقه الكوره المنتخب الاولمبي كان عامل ازاي. هو كان في برنامج، هتعرف الفرق. احنا ما كانش، احنا لعبنا جنوب افريقيا في ماتشين. شوف بقى فرقه كره اليد لعبت مع مين، لعبت مع كل ابطال العالم اللي احنا لعبناهم. فهو ده الفرق، فرق في الفكر، في التطوير، في الاعداد. الفكره فكره معسكر اعداد وتروح بطوله، ولا الفكره تشوهات كتيره؟ انا مش عايز ادخل في موضوع ياخد مننا وقت كبير، بس الحقيقه منظومه الكره في مصر احنا بنضيع مجهود كبير جدا وكلام كتير جدا ووقت كبير جدا. انا اسف كابتن خالد في مهدرات، لكن ما حدش بيتكلم في انك انت تصلح المنظومه من تحت. محدش النهارده بيكلمني على الكره المصريه 2030، محدش بيفكر يحط خطه، ينظم مسابقات، يفرق مواهب، يحضر لمنتخبات، يعني ما حدش بيتكلم في الكلام ده. كنا بنتكلم في مشاكل التحكيم، وكنا بنتكلم في ماتش مين قبل مين، وماتش مين مش عارف مع مين، والماتش الكره دي كانت بينالتي، لا الكره دي كانت، يعني مضيعين حقيقه وقت كبير ومجهود كبير. والنتيجه الحقيقه بتكلم على مصر، مش بتكلم على انديه، بالظبط مصر. بالظبط على اتحاد كوره وعلى مصر. لا احنا بنخش في مجال كره القدم دايما يدخلونا في مهاترات نضيع فيها الوقت، ما نفكرش في الاساسيات. انت عارف دلوقتي لغايه دلوقتي احمد ما فيش اي دورات تثقل المدربين المصريين حتى تعمل لهم عمليه تنشيط وعمليه بره. لازم كل سنتين لازم المدرب اللي ما بياخدش دوره متقدمه جديده ما يشتغلش.
احنا هنا شغالين يعني على مستوى الكوره، لا احنا بعاد جدا. اتحاد الكوره بيعمل اعتبارات انتخابيه بتضر بكره القدم المصريه بطريقه مش معقوله. وزي ما بقول لك نشوف الفرق بين اتحاد الهاندبول واتحاد الباسكت واتحاد الكوره، لا طيب. في فروقات كبيره جدا. صحيح. طيب نروح لموضوعاتنا، خليني برضه اعدي كده، ما اقدرش تبقى مش موجود معانا وما اكلمكش على زلزال يعني انتقال ميسي من هو مش انتقال بقى، هو خلاص يعني علاقته انتهت ببرشلونه، فقرر ان وجهته اللي جايه تكون بي اس جي. ازاي شايف النقله دي اللي ما كانش حد منتظرها، وتوقعاتك ايه المستقبل ميسي في بي اس جي؟ والله ده يعني طبعا برشلونه نقلة. ولا ريال الاول يا كابتن خالد؟ لا انا برشلونه. برشلونه برشلونة. يعني في برضه حته حزن كده على طبعا الاسطوره. طبعا رحيله وتوجهه لباريس سان جيرمان فرنسا. الدوري الفرنسي دوري مش قوي يعني. باريس سان جيرمان دايما بياخد لا اما الدوري لا اما الكاس، يعني هو مسيطر داخليا، ولكن يمكن الهدف من قدوم ميسي لباريس سان جيرمان هو محاولتهم ان هم يكسبوا دوري ابطال اوروبا، وهي دي اللي هتبقى يعني هدف اساسي من وجود ميسي مع باريس سان جيرمان. ولكن انا على المستوى الشخصي انا بحبه طبعا جدا، لعيب فوق العاده. انا كنت اتمنى اشوف ميسي في الدوري الانجليزي. يعني لو ميسي انتقل للدوري الانجليزي لا كنا هنتفرج على كوره فوق الخيال. هو لو ميسي انتقل للدوري الانجليزي ما كانش في حد هيتفرج على اي دوري غير الدوري الانجليزي بالظبط. يعني نقفل بقيه الدوريات بقى ونقعد نتفرج على الدوري الانجليزي بالظبط. لا انا يعني بتكلم كفنيا. حتى هو ليه هو افضل له كان كتير جدا. تحب تشوفه مثلا مع جوارديولا في المان سيتي؟ طبعا. او مع 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 اي نادي يعني مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي لان كان هيعمل طفره كبيره جدا، وهو كان فنيا برضه مستواه هيرتفع بشكل كبير جدا لان الدوري الانجليزي دوري قوي من ناحيه الضغط ومن ناحيه السرعه، فكانما الدوري الفرنسي طبعا اقل في المستوى يعني. هم صرفوا فلوس كتير قوي ومش عارفين ياخدوا دوري الابطال، فقال لك احنا نخلص ونجيب ميسي ونشوف بقى يعني انتوا ايه قصتكم، احنا جايين لكم منتخب العالم يعني نيمار ودي ماريا وميسي وايكاردي وامبابي وفيراتي ودوناروما وراموس وحكيمي كلهم منتخب نجوم. كلهم نجوم هياخدوا. تتوقع ان هم اسماء قادره على حسم بطوله زي دوري الابطال؟ والله يعني انا اتوقع الدوري الفرنسي ماشي، كاس فرنسا ماشي، ولكن على مستوى دوري الابطال هتبقى المأموريه صعبة بالنسبه لهم، لان ما عندهمش شخصيه او بيجوا في بطوله كاس اوروبا. ما تفهمش فريق باريس سان جيرمان بالذات في الادوار النهائيه ايه اللي بيحصل له. يعني ما بيعرفوش يحافظوا، ما بيعرفوش يتعدوا الادوار اللي هم بيلعبوا فيها، ما بيعرفوش يتعدوا الفرق ويتعاملوا مع الفرق الكبيره في اللحظات الحاسمه. ما عندهمش الملكه دي. أيوة. فيمكن ميسي بقى طبعا يزرع فيهم. في ناس طبعا وحضرتك طبعا استاذنا وممكن تقول لنا ده حقيقي ولا لا، من خلال خبرتك سواء في التمرين او مشوارك الطويل يعني مع الكوره، انه الفرق لما تبقى يعني متخامه بهذا الكم الكبير جدا من النجوم بتبقى اوضه اللبس. الحاله النفسيه النجوميه الزايده عند بعض الاسماء ممكن تاثر على الفريق ككل، ممكن تعمل مشاكل. طبعا يعني هو انا من وجهه نظري كفايه قوي يكون في 3-4 بالكتير نجوم. من اللي هم نقدر نقول سوبر ستار. ولكن كل ما بيكتروا بيحصل مشاكل. وبياخدوا من بعض. يعني انت لما هتلاعب نيمار جنب ميسي جنب الاول الفرقه كلها كانت بتباصي لنيمار. دلوقتي مضطرين كمان يباصوا لميسي، كل واحد هياخد من التاني. فهتلاقي مثلا نيمار بيلعب بتلت مستواه مع انه مع باريس سان جيرمان مش كويس، مش يعني لا خالص بعيد خالص. ده بالعكس ده هو بيخسرهم. يعني اللي يتابع نيمار وينسى اسمه ان هو ده نيمار ويتابعه مع باريس سان جيرمان لا بيخسرهم كتير. فطبعا امبابي وميسي ونيمار لا هياخدوا من بعض. طبعا. وفي نجوم هتقعد يعني اتوقع انه لعيب دراكسر اساسا قاعد كده دي ماريا جدا دي ماريا كمان هيقعد يعني بالزبط. في اسماء من العيال التقيل هتقعد بالظبط. طيب نروح لماتش بكره بقى. ماتش بكره هي الماتشات السته طبعا كابتن خالد احنا متفقين انها على نفس الدرجه من الاهميه، واعتقد كمان ايا كان اسم المنافس على نفس الدرجه من الصعوبه. مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراه بينتظرها عشاق الكوره في مصر بصرف النظر على تاثيرها على مشوار كل فريق في الدوري. مفترض انها لقاء ديربي، لقاء من كلاسيكات الكوره المصريه، فبيبقى ليه شويه اهميه زياده. شايف المواجهه بين الاهلي والاسماعيلي بكره ازاي، وخصوصا طبعا في ظل المنافسه الشرسه بين الاهلي والزمالك على لقب الموسم ده؟
طبعا مباراه الاهلي والاسماعيلي نقدر نقول عليها مباراه ديربي، يعني فرقه الاسماعيلي فرقه كويسه من الفرق الكويسه، ويمكن في الفتره الاخيره مستواهم في تحسن كبير. من اول ما تولى كابتن من إيهاب اول طبعا. ما ايهاب جلال مسك الفرقه طبعا النادي الاهلي بقى حدث ولا حرك. احنا فرقتنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله القماشه اللي عندنا وقماشه اللعيبه امكانيات اللعيبه لا بتساعدك ان انت بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بتساعدك ان انت تتغلب على اي فريق تقدر تلعبه، ولكن في حته المنافسه وفاضل 6 ماتشات ومش عايزين نتعطل عشان المنافس الناحيه الثانيه برضو ماشي زيك او مستني ان هو يتعطل، هي دي ممكن بتدي شويه من الضغط على لعيبه النادي الاهلي. النادي الاسماعيلي لعيبه النادي الاسماعيلي بتلعب بكره ما فيش اي ضغوط، يعني حتى لو خسروا ده الطبيعي، او هم في وسط الجدول ما فيش خطوره عليهم ان هم عليهم. مش هتاثر عليهم، ولكن لعبتنا بس هم بالنسبه لهم دايما طول عمرهم درويش، يعني مع اختلاف الاجيال ماتش الاهلي بالنسبه لهم بطوله خاصه طبعا يعني هم هيحاولوا قوي دايما بيجوا قدامنا، بحس انه يعني بقول دايما لو اسماعيلي بيلعب كل ماتشات الدوري زي ما بيلعب قدام النادي الاهلي يبقى بينافس على اللقب بالظبط بالظبط، انما احنا بكره باذن الله تعالى يعني لعبتنا مقدره المسؤوليه اللي هم فيها والموقف اللي هم فيه، بطوله بيحاربوا عشان دي بطولتنا المفضله ازاي يحافظوا عليها. فباذن الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى باذن الله وباللعيبه جوه الملعب بالجهد اللي هيبذلوه بالتركيز نقدر باذن الله. ايه سر التحول في مشوار الاسماعيلي الموسم ده؟ يعني بالتاكيد طبعا كابتن ايهاب جلال كان ليه بصمه، لكن ازاي يعمل النقله دي؟ يعني ازاي فرقه بتعاني وبتخسر وبتتعثر طول الوقت مع اي منافس بيقابلها تتحول لانها عندها قدره على تخطي كل الماتشات حتى الصعبه منها، ويمكن اخرهم بيراميدز اللي كانوا بيلعبوا ناقصين فيه وتعادلوا في النهايه 2-2. لا هو طبعا شغل ايهاب وبصمته واضحه، هو اشتغل على النواحي النفسيه في الاول ازاي، وايهاب شاطر في الحته دي ازاي بيلم اللعيبه وازاي بيلم اللعيبه كلها حواليه، ازاي بيحبب الناس في بعض، ازاي اوضه اللبس بتبقى هاديه شويه، ازاي بيوجد الدوافع لكل لعيب ان هو ممكن يكون ليه فرصه ان هو يلعب، ودي حاجه مهمه جدا. فتلاقي المستوى بتاع اللعيبه بيرتقي لان كل واحد بيبقى عنده هدف، انا لو بقيت كويس هلعب. فايهاب شاطر في الحتت دي، وهي دي اللي عملت له النقله بسرعه، لان اللعيبه هم امكانياتهم هم، ولكن هو اوجد الدوافع لكل لاعب ان هو ممكن يكون موجود وان هو ممكن يبتدي. مش مثبت الفرقه، بيغير طرق اللعب برده، بيتعامل مع كل ماتش حسب المنافس اللي بيلعب قدامه، بيختار طرق اللعب اللي بتناسب، فهو ده كان من هنا النجاح. إيهاب جلال من الأسماء المحترمة جدا في عالم التدريب، محدش يقدر ينكر ده. موسيماني صاحب قدرات خاصة جدا، ويمكن واحدة من أقوى الحاجات اللي بتميز موسيماني قدرته على قراية الخصم والتحضير ليه بالشكل الأنسب. لو اشتغلنا كوتشنج شوية مع حضرتك ودخلت جوه عقل إيهاب جلال ومستر موسيماني، إزاي الاتنين بيفكروا لبعض؟ لا مستر موسيماني بكره هيلعب ضاغط على فرقه الاسماعيلي من الاول عشان نقدر باذن الله بدري ان احنا نقدر نحرز هدف، لان انت النادي الاهلي قدام اي فرقه اول ما بيجيب جون الماتش بيتغير خالص، لان الماتش بيتفتح فبتلاقي عندك المساحات وامكانيات اللعيبه بتبان بقى جوه الملعب، غير لما الفريق اللي قدامك بيفضل متعادل. على عكس ايهاب عايز الوقت يعديه ما يجيش فيه جوان، بيحاول يلعب على الهجمات المرتده ان هو يستغل حاجه سواء في اندفاع مثلا دفاعات النادي الاهلي، ولا هيستغل ثغره ان هو يقدر يوصل للجون من خلال هجمه مرتده. فهو ده الفرق، احنا هنلعب ضاغط باذن الله تعالى عشان نخلص الماتش من بدري عشان نريح نفسينا، وفي نفس الوقت نفتح الماتش ونخلي الاسماعيلي يلعب يهاجم، لان مشكله اي فرقه سهل قوي ان انت تدافع، ان انت تنزل تلعب تدافع، يعني دي من اسهل حاجه في طرق التدريب ان انت تخلي فرقتك تدافع فقط، تدافع بس. ولكن الصعوبه تدافع ازاي؟ ولكن الصعوبه لما تستخلص الكوره وتبتدي تهاجم، هي دي الصعوبه، والصعوبه في التدريب بالذات. ازاي المدير الفني يوجد الحلول المناسبه لفرقته ان هي توصل لمرمى المنافس. فاحنا بالنسبه لنا لو جبنا جون بدري هنخلي الاسماعيلي يبتدي يفتح دفاعاته، مساحات تبان، يبتدي يهاجم علينا، يبتدي نستغل. للاهلي في كل ماتشات انك تبادر بالتسجيل طبعا في وقت بدري، تلغي فكره التكتل الدفاعي، السيناريو الصعب اللي بيعقرب معانا وبيوصلنا للحظات التوتر دايما في نهايه المباراه، ونبقى بندور على الدقيقه والثانيه. طيب اهم مفاتيح لعب ومصادر خطوره الاسماعيلي من وجهه نظرك، واهم الثغرات اللي على الاهلي انه يستغلها، ده هيكون السؤال لحضرتك بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نسمع راي كابتن خالد جدالله في مباراه بكره ان شاء الله.
مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن قبل الفاصل كان سؤالي للكابتن خالد متعلق بمفاتيح لعب ومعناصر الخطورة في فرقة الإسماعيلي وإزاي الفرقة تتعامل معها، وكمان كنت بتكلم على الثغرات اللي على النادي الأهلي إنه يحاول استغلالها بشكل أمثل عشان إن شاء الله نحسم واحدة من المواجهات الستة المتبقية في مشوارنا نحو تحقيق لقب الدوري. مرة تانية برحب بيك كابتن خالد. أهلا بيك يا أحمد. أهلا وسهلا. يعني بالتأكيد بتابع فرقة الإسماعيلي وخصوصا مع إيهاب جلال زي ما كنا بنتكلم، عامل شغل كويس جدا مع الفرقة. في الفترة الأخيرة مين اللعيبة اللي شايف إن هم فرقوا كتير مع الإسماعيلي؟ مين اللعيبة اللي تقدر تقول عليه مصدر خطورة لابد إنك أنت تتعامل معاه بشكل معين عشان توقف خطورة الإسماعيلي؟ هو فرقة الإسماعيلي على المستوى الجماعي بيلعبوا على المستوى الجماعي كويس، أي. على المستوى الفردي يمكن الإمكانيات كلها قريبة من بعض، ولكن أنا شايف يعني ممكن شكري نجيب لما بيكون كويس بيعمل فارق شوية، فلازم يبقى محطوط تحت رقابة كويسه بالذات واحنا بنهاجم على فرقه الاسماعيلي. تمام. فهم بيلعبوا بشكل جماعي، انما على مستوى الشكل الفردي كلهم شبه بعض. في اغلب ماتشاتهم الطريقه اللي اعتمد عليها كابتن ايهاب جلال، الكره اللي كانوا بيلعبوها استحواذ هجمات مرتده، ولا ما كانش في نمط ثابت او طريقه لعب ثابته؟ لا، هو بيحاول يلعب على الاستحواذ، بس ده مع الفرقه الثانيه. بكره الشكل يختلف، اكيد مختلف. يعني يا ريت بكره يلعب على الاستحواذ ويقعد ينقل ورا وزي ما يا ريت، واحنا نضغط من قدام يعني هتبقى مشاكل. فهو مش هيلعب كده بكره، انما قبل كده مع الفرق على مستوى الدوري. بس مش هيلعب دفاع منطقه برضو يعني توقعش الاسماعيلي يتراجع قوي زي ما لا مش هيلعب دفاع منطقه، مش هيلعب دفاع بس مش هيضغط عليك من قدام، مش هيبقى مستعجل ان هو يجيب فيك اجوان. هو دايما هيلعب على الهجمات المرتده، ازاي يرتد في نص ملعبه ويدافع كويس، ولما يقطع الكوره يحاول بقدر الامكان ان هو يوصل لمرمانا، وده باذن الله اللي لازم نبقى عاملين حسابه، ازاي لما الكوره تتقطع ازاي نرتد بسرعه للنواحي الدفاعيه في اسرع وقت. طيب مع شكري نجيب في عناصر خطوره ثانيه من وجهه نظرك؟ لا، الباقي كله شبه بعض، يعني كلهم شبه بعض. المستوى زي ما بقول لك هم بيلعبوا لعب جماعي، مفيش حد في الفرديات بيبقى، يمكن حسين السيد لما بيكون كويس. انا مش عارف، غايب بكره، غايب يبقى كويس. حسين ايقاف لانه اطرد الماتش الاخراني بالظبط، وقالي بابل المحترف بتاعهم اعتقد لا برضه. بالنسبه لحسين انا عايز اخص الكلام على حسين السيد. كويس ان هو مطرود، يعني دي حاجه ان هو مش طبعا لان حسين من الباكات ليفت الكويسين جدا جدا جدا، ومع فرقه الاسماعيلي هو ده بقى اللعيب الوحيد اللي بيعمل لهم الفارق، مع انه بيلعب ظهير ايسر، ولكن بيعمل لهم الفارق في كل حاجه. لما بيتقدم، لما بيدافع، لما بيهاجم، لعيب من اللعيبه الكويسين قوي. غيابه مؤثر يعني. طبعا الحمد لله مؤثر بالسلب عليهم وبالايجاب لينا احنا. طيب النقط الضعف اللي شفتها في فرقه الاسماعيلي الفتره الاخيره وازاي ممكن الاهلي يستغلها كابتن خالد؟ خط الدفاع بالذات الاثنين اللي في القلب، وبكره الباك ليفت اللي هيلعب مكان حسين السيد. مكان حسين يعني السيد. احنا كل ما هنضغط وهنستغل سرعات محمد شريف، ومحمد بصراحه محمد شريف انا عايز اخصه بحاجه لان هو ذكي جدا، واكيد اللي بيعمله دون دي تعليمات من الجهاز الفني. محمد سريع، من اللعيبه اللي سريعه وعنده خفيه حركه، وفرق السرعه بينه وبين اي مدافع في الدوري لصالحه. ولكن شوف تحركات محمد شريف بيتحرك ازاي، ما دايما ما بيتحركش لقدام على طول، لان محمد لو اتحرك لقدام على طول هيقع في الاوفسايد كتير جدا. فمحمد شريف بيعمل بيتحرك بالعرض وبعدين لقدام، يعني بيتحرك بالعرض وبعدين كره لعب وبعدين يقطع لقدام. هو طبعا حضرتك اللي تقدر تقول لنا، كل الناس بتقول ان يمكن واحده من اهم نقاط قوه محمد شريف ذكائه في التحرك، حاجه بصراحه جينيس يعني في التحرك، حاجه وعارف مستوى عالي وعارف يستغل امكانياته ازاي. ولكن الملحوظه اللي انا اتكلمت فيها دي لراس الحربه، ازاي يتحرك بالعرض وبعدين لقدام راس الحربه السريع، دي اكيد الجهاز الفني هو اللي قايل له عليها، وهو تقبلها وبيشتغل عليها. كل الاجوان اللي بيجيبها هتلاقيه قبل ما بيتحرك لقدام تلاقيه بيتحرك بالعرض من قدام خط الظهر وبعدين يقطع لقدام. فطبعا دي بكره قلبي الدفاع بتوع النادي الاسماعيلي انا شايف ان هم برضو بعاد شويه، الظهير الايسر اللي هيلعب مكان حسين برضو كل ما هتضغط عليهم من قدام هتبقى مشاكل. طيب نروح تشكيله الاهلي. طبعا بدر بيغيب عشان الف سلامه طبعا عليه، مسحه كورونا كانت ايجابيه. فعندنا ثلاثي خط الظهر ورا رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، وسعد سمير موجود طبعا، بس يعني سعد ما خدش كتير الفتره الاخرانيه، فالاقرب انه يكون اثنين من الثلاثه دول ما بين ياسر وايمن ورامي ربيعه. مين من وجهه نظر كابتن خالد يبتدي المباراه؟
من وجهه نظري ايمن وياسر ابراهيم. وياسر ابراهيم يعني هو الثلاثه يعني قريبين جدا من أنا بعض. انا فاهم طبعًا. ولكن طبعًا. يعني انا شايف ايمن اشرف وياسر ابراهيم لو ابتدوا هتبقى الامور قبل الاولمبياد كان اكرم الحته دي كتبها باسمه الزعيم الايمن. الفتره الاخرانيه محمد هاني دايس على نفسه، واخر ماتش لعبناه يعني بيقول لا انا مكاني محفوظ انا موجود بالظبط كده. مين يلعب في الاثنين يا كابتن خالد؟ يعني هي ترجع للاصل دي. انا عايز اقول ايه، ان لما محمد هاني قعد واكرم اخذ محمد هاني ابتدينا شفناه بشكل بالظبط. ازاي ان انت برضو دي من الشطاره تخلق المنافسه ما بين اللعيبه، لان هترجع الفرقه بشكل كويس طبعا، وترجع اللعيبه نفسها كمان، وهترجع اللعيبه هتلاقي المستويات كويسه. فانا شايف اكرم او محمد هاني بكره مش هتفرق. محمد ماشي كويس الماتش اللي فات، الاثنين شايفهم يعني اي واحد فيهم. لا اكرم بس عنده ميزه شويه عن محمد هاني، ان انت ممكن تستخدمه كلاعب وسط مدافع كمان في وسط الملعب، فهو بيلعب في اكتر من مركز، فدي هترجع للجهاز الفني. انما انا من وجهه نظري اي واحد فيهم هيكون موجود بكره تمام، هيأدي بشكل كويس. معلش قبل ما اكمل التشكيل، عناصر الاولمبي شايفهم لما راحوا طوكيو ورجعوا الاهلي زادوا ولا قلوا؟ ما انا ما شفتش مين لعب كان مع المنتخب الاولمبي ورجع لعب مع الاهلي. يعني اللي لعبوا بشكل اساسي كان اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن خد بعض الماتشات شويه ناصر ما اقدرش اقول لعب، يعني ناصر خد دقائق بسيطه جدا بالظبط. لا هو اكرم وهو رايح المنتخب الاولمبي كان مستواه عالي جدا مع النادي الاهلي، يعني ده هو النادي الاهلي خلاه يضيف اضافه كبيره جدا للمنتخب الاولمبي. ولكن بعد رجوعهم يعني الامور على الهادي، يعني ما اقدرش اقول ان حد فيهم رجع وبان بشكل كويس غير اكرم توفيق. بمناسبه السداسي اللي راح مع المنتخب الاولمبي ده، ادى فرصه للعيبه كتير يعني تاخد مساحه اكبر في المشاركه، زي كهربا مثلا، علي لطفي في حراسه المرمى. ازاي شفت تقييمك لاستغلال لاعب زي كهربا الفرصه في غياب السداسي الاولمبي، وشايف انه يستحق يكمل يتواجد بشكل اساسي لو ابتدينا ماتش الاسماعيلي بكره مثلا، ولا تفضل انه حد زي صلاح حد زي طاهر لو جاهزين يعني يرجعوا في الحته دي تاني؟ اخر ناس كانت بتلعب وظهرت بمستوى كويس لازم تاخد حسين وكهربا. اللي لعب اخر الماتشات وظهر بمستوى كويس، مش مستوى نص نص، لا اثبت نفسه واثبت ان هو الاحق ان هو يكون في هذا المكان، هو لازم يبتدي ايا كان بقى اسمه مين. ولكن عندك حسين الشحات، عندك كهربا طبعا، عندك محمد شريف، عندك صلاح محسن. صلاح لما رجع يعني مع المنتخب الاولمبي ما لعبش برده، كان بيلعب على فترات ورجع برده ما اخدش كتير، فبرده بعيد شويه. وخد ماتش واحد اساسي بس مع المنتخب الاولمبي هناك. ولما رجع معانا مع النادي الاهلي لعب متهيألي فتره بسيطه برده كبديل يعني. هو مستر موسيماني يعني مقتنع قوي بصلاح كورقه رابحه، يعني ودي حاجه مهمه جدا ان انت يبقى عندك مفاتيح واوراق رابحه معاك على دكه البدلاء احتاجوا فيها مستر موسيماني، وبالذات بينزل ويأدي ودي برضو مديه ميزه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، لان الدكه عندك قويه. يوم ما بتحتاج حد بينزل بيبقى عايز يثبت نفسه وبيشكل خطوره وبيبقى بنفس المستوى الراجل اللي طالع. شايف ازاي الست ماتشات على بعض كابتن خالد؟ يعني الست محطات اللي فاضل لنا اللي لو فزنا بيهم بدون النظر لاي نتائج تانية يحسم اللقب لصالحنا، شايف الطريقه الامثل؟ بنتكلم فتره زمنيه محدوده جدا، اسبوعين، ازيد من اسبوعين بحاجه بسيطه، ست محطات في نهايه المشوار تحسم اللقب، بتبص المرحله دي ككل ازاي؟ انا بص لها ان ما نفكرش المنافس هيعمل ايه او هيكسب هيتعطل، ملناش دعوه، احنا عندنا ست ماتشات عايزين نكسبه وناخد كل ماتش على حته، يعني ما نفكرش احنا نكسب وهو يتعطل برضه بالظبط، بس يعني بس مش عايزين نفكر في كده. يعني احنا نفكر ازاي ان احنا الست ماتشات نكسبهم، فلازم نفكر ماتش بماتش، كل ماتش ليه ظروفه، لازم الفرقه اللي هنلعبها ندرسها كويس جدا، نشوف مفاتيح القوه فيها، مفاتيح الضعف فيها، نقط الضعف فيها، ونركز عليها، ويبقى في تركيز ويبقى في استثمار للفرص. المرحله اللي جايه دي الفرصه ليها ثمن، طبعا جات لي فرصه لازم استثمرها بشكل كويس، احرز منها اهداف عشان اريح نفسي واريح فرقتي
واريح جمهوري. أيوة. لان دي بطوله في 6 مباريات انا اقدر احافظ عليها، وانا شايف ان باذن الله تعالى احنا يعني الامور هتبقى في اصعب ماتش كويس. في الماتشات السته من وجهه نظرك، والمباراه اللي تتوقع انه الاهلي يحسم فيها لقب الدوري؟ لا، احنا هنحسم لقب الدوري باذن الله قبل اخر ماتش. قبل اخر ماتش باذن الله. باذن الله ده معناه متوقع ان الزمالك يتعطل في الماتشات اللي جايه؟ الزمالك النهارده ولا يتعطل النهارده؟ لا، ما يعني بنسبه 80% بنسبه 80% الزمالك ممكن يتعطل النهارده. ليه؟ لان فرقه الاتحاد السكندري فرقه كويسه، معاها طبعا حسام حسن مدرب كويس، معاهم رئيس نادي محترم جدا الحاج محمد بن صالح، عندهم هدف وعندهم دافع كونفدراليه، لو كسبوا النهارده هيبقوا رابع دوري. أيوة. يقدر يلعب في كونفدراليه، فده دافع ممكن ما يجي لهمش تاني. فان من هنا هتيجي صعوبه الماتش. ان وانا شايف يعني بمقارنه بالفرقتين، انا شايف ان ممكن نادي الزمالك النهارده يتعطل في ماتش الاتحاد. لو انت مكان كابتن حسام النهارده وتفكر تكسب الزمالك، تلعب الماتش النهارده ازاي؟ اضغط على فرقه الزمالك من قدام، لان اضغط عليهم وخلاص، يعني يبقى الهدف باين ان انا عايز اكسب الماتش. يعني ادي لاعبتي افهمه ان احنا نازلين عشان ناخد 3 نقط، عشان اخد 3 نقط اعمل ايه؟ نمره 1 اضغط على فرقه الزمالك من قدام، لان استغل المشاكل اللي موجوده في فرقه الزمالك، لان هم عندهم مشاكل. ازاي يبقى عندي اصرار وروح جامده جدا جوه الملعب؟ فالامور دي هتسهل. متوقع النهارده الاتحاد يعملها 80%. بس يبقى لو كده بكره بقى يعني لو حصل يبقى اقول بكره. ارجع تاني لماتشات الاهلي، عنده بعد كده امبي، طالع الجيش، المصري، الجونه، اسوان، مواقف مختلفه ما بين فرق في مقدمه الدوري تسعى انها تحتل مركز متقدم، تخش في المربع الذهبي، او فرق بتصارع بالفعل على الهبوط. الماتشات اللي شايف انها سيناريوهاتها صعبه، الماتشات اللي انا شايف او اللي من وجهه نظر الكابتن خالد هي الاصعب في ال6 ماتشات اللي جايين، طلائع الجيش وامبي والمصري. طلائع الجيش وامبي والمصري، دول ال3 ماتشات اللي بعد الاسماعيلي على طول، اللي بعد الاسماعيلي. دول هيبقوا يعني في دوافع، لان برضو المدربين اللي ماسكين، انا ما قلتش انا عشان أيه. المدربين اللي ماسكين الفرق دي بالذات امبي وطلائع الجيش بينتموا للمنافس، فطبعا هيبذلوا أيه. اقصى جهد ان هم يعطلوا النادي الاهلي. يعني ده اللي انا بتخش فكرت في الحسابات الحاجات دي. طبعا بتخش في طبعا. ففرقه المصري ماشيه كويس، عندهم فرقه كويسه، علي ماهر عامل معاهم شغل كويس، الكيمياء بتاعته يعني اختلطت مع الكيمياء بتاعه اللعيبه، فبيأدوا بشكل كويس. برضه هيبقى من الماتشات الصعبه. الدوري السنه دي فيه منافسه لغايه الامطار الاخيره، على عكس مثلا النسخه الاخيره، يعني النسخه اللي فاتت الاهلي حامل لقبها، الاهلي قدر يحسم اللقب باريحيه شديده جدا، بمسافه كبيره عن اقرب المنافسين، وقبل انتهاء البطوله ب6-7 اسابيع تقريبا. المنافسة في منتهى السخونة الموسم ده، من وجهة نظر كابتن خالد ليه؟ هل لأنه الأهلي اتعطل في مراحل كتير جدا وانشغل في بطولات تانية، موسم مجهد بالنسبة له، الأهلي تراجع مستواه، ولا مستوى المنافسين أو مستوى المنافسة في الدوري هو اللي عالي؟ لا، هو ملوش دعوه بالمنافسين خالص، احنا كان ممكن نكون حاسمين الدوري لغايه وقتنا ده، يعني احنا لو نفتكر كده احنا تعطلنا مع البنك الاهلي تعادل، ادي نقطتين تعطلنا مع المحله وتعطلنا مع الجونه قبل كده، قبل البنك الاهلي كمان، يبقى كده كام نقطه؟ 2 تتكلم في 4 2 في 2 و3 و2 يبقى 7 نقط. في ماتش كمان متهيألي في حاجه تاني، فاحنا كان يمكن احنا الماتشات دي لو كنا كسبناها كان زماننا مريح جدا. فرق مريح، وكنا حسمنا، لان المنافس ما كانش هيمشي بالشكل ده، كان هيتعطل كتير يعني. فكنا هنبقى واخدين الدوري ممكن من دلوقتي. انت بتقول لي الارتفاع مستوى المنافسين، لا هو مش ارتفاع مستوى، احنا لعبنا في كذا بطوله. برضو التركيز، ان انت لما بتلعب في افريقيا وبطوله عايز تاخدها، واخدها السنه اللي فاتت وبتنجح ان انت بتاخدها السنه دي، كل الكلام ده طبعا اثر عليك بالسلب في الماتشات اللي هي كانت في المتناول، كان ممكن نكسبها يعني. انما
مش ارتفاع مستوى المنافسين ولا ارتفاع مستوى الفرق التانية، لا احنا يمكن نسبة التركيز في الماتشات اللي قلناها السبعة تمانية بونت دول فرقوا معنا جامد جدا. طب نسبة التركيز، نسبة الحضور، نسبة اللياقة البدنية في ماتشات الأهلي الأخيرة كيرفها ايه من وجهة نظر كابتن خالد؟ شايف الكيرف في الطالع؟ شايف في حالة ثبات في المستوى؟ ولا لا قدر الله طبعا ما نتمنهاش انخفاض؟ اعتقد ان نتائج الاهلي في الفتره الاخيره بتتكلم عنه بشكل كويس. لا بسم الله ما شاء الله، انا شايف الكيرف في ارتفاع، ودايما لما تعرف الكيرف في ارتفاع ولا في انخفاض شوف حركه اللعيبه جوه الملعب. لعيبه النادي الاهلي خفاف مش تقال في الملعب، حركتهم خفيفه، تحركاتهم مظبوطه، الجهاز العصبي مش منهج، فكل القرارات اللي بياخدوها جوه الملعب 90% منها بتبقى مظبوطه. فانا شايف لا الدنيا باذن الله، ومن ماتش للتاني باذن الله هنبقى احسن. في نهايه موسم اعتقد مستر موسيماني خد الوقت الكافي، طبعا يعني الراجل لعب في بطولات كتيره جدا على مستوى القاره وعلى مستوى العالم وعلى المستوى المحلي، لاي مدى النهارده بتشوف قدرته على توظيف الاوراق اللي معاه؟ لاي مدى بتشوف مدى قدرته على انه يفهم طبيعه وامكانيات كل لاعب ويطلع احسن ما عنده؟ وهحط على الجزئيه دي مين اللعيبه اللي كابتن خالد شايف انه مستواهم تطور بشكل كبير جدا مع موسيماني؟ هو موسيماني مدرب كبير وكوتش كبير، وفعلا هو قدر يوصل لطبيعه اللاعب المصري وطبيعه لعيبه النادي الاهلي، بيعرف يتعامل معاهم بشكل كويس جدا، عرف ودرس امكانيات كل لاعب واسها بشكل كويس جدا، بيستخدم كل اللعيبه. ويمكن انا معاك في حلقه من 3 شهور ولا حاجه كنا بنتكلم على موضوع الاجهاد، وقلت لك النادي الاهلي ممكن يلعب كل ماتش بتيم مختلف يعني بنسبه 70، وده اللي عمله موسيماني، مش بالكم الكبير ولكن الروتيشن اللي كان بيعمله ما بين اللعيبه طلعنا من حته الاجهاد دي خالص يعني، وكثره الاصابات بالنسبه للعيبه. وفرق كمان كابتن خالد في مدى جاهزيه اللعيبه، احنا جت علينا فتره اللعيب اللي رجله مش في الملعب وبينزل في مباراه اساسي ما تحسش انه بعيد، كان بعيد، لا تحس ان هو بالعكس بيبقى من نجوم الفرقه. وده نجاح المدير الفني ان هو ازاي القايمه اللي عنده كلها ازاي بيجهزها خططيا وفنيا وبدنيا، بيبقوا جاهزين بالشكل المناسب وذهنيا ونفسيا، ازاي بيتعامل معاهم وازاي بيخلق دوافع للعيبه اللي ما بتلعبش ان هم عندهم امل ان هم هيلعبوا، ولازم لما يلعبوا يبانوا بشكل كويس، واللعيب اللي بيثبت نفسه وبياخد تاني. فالدنيا المنافسه دي يعني ما بين اللعيبه عملت جو من التنافس الشريف ادى الى ارتفاع المستوى. لكن حاله الاستيعاب لامكانيات لعيبته، حاله توظيفه او استغلاله للقماشه اللي معاه، نقول انها وصلت لدرجه 100% ولا 95%؟ 95%. 95%. مين اللي اتطوروا بقى؟ الجزء الثاني من السؤال، مين اللي حسس انه بصمه موسيماني عليهم كانت واضحه جدا، او ان هم مع مستر موسيماني مستواهم اتطور بشكل كبير جدا؟ محمد شريف بالذات في الـ او في الـ في الاخر يعني. أيوة. يعني هو قبل كده كان بعيد شويه، ولكن لما اخذ في تطور في مستواه بشكل رائع. لما اتفرج على محمد شريف قبل ما يجي النادي الاهلي في اي نادي كان فيه، لا في تطور رهيب جدا في المستوى، وده طبعا بفضل موسيماني وتوجيهاته. اكرم توفيق احنا شفنا اكرم حاجه بسم الله ما شاء الله، هايل تمام، يمكن هو ناقصه حاجه واحده بس. أيوة. انا يا ريته يسمعني ويحطها في دماغه، التايمنج بتاعه بتاع الدخول على الكوره لازم يتظبط سنه عشان يبعد نفسه عن الانذارات، لان هو لما بيستعجل في الدخول فبيعمل فاولات بتنتج عنها انذارات فممكن يتعرض للطرد. أيوة. اكرم لو التايمنج دي التايمنج امتى اخش على الكوره والكوره بس مش الكوره وجسم عشان ابعد عن موضوع الانذارات والطرد. تمام. فدول انا شايف ان من اكتر الناس ومحمد مجدي قفشه طبعا. محمد مجدي لا قفشه بقى ده قصه تانية يعني. أيوة. قفشه بيحسسك ان الكوره، اللي بيتفرج على قفشه يحس ان الكوره سهله. يعني الكوره دي بسيطه قوي، دي سهله قوي، احنا ممكن نعمل الكلام ده. أيوة. الماتش اللي فات جايب جون ولا اروع من كده، ازاي استلم وعدل نفسه وهو لا وجون المقص اللي بنص الملعب يا كابتن. هو حسسك تتفرج على قفشه تحس ان الكوره سهله قوي. يعني ايه الكوره دي؟ اي حد ممكن يلعب كوره، ولكنها هو لعيب كبير قوي كمان. نورت الدنيا يا كابتن خالد، كل التوفيق لرجالتنا بكره باذن الله، ونتمنى انه توقعات كابتن خالد كمان في ماتش النهارده انه الاتحاد ان شاء الله يعملها باذن الله، ويعطل الزمالك المنافس الرئيسي للنادي الاهلي في مشواره على التتويج السنه دي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا، وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره هنكون موجودين مع حضراتكم في السادسه في الساعات
تسبق لقاء الاهلي والاسماعيلي ان شاء الله، متابعه خاصه للقاء بكره ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم وقابلكم بكره ان شاء الله.